مهندس عمر، ازي حضرتك باشمهندس، اخبارك ايه؟ عليك السلام، الحمد لله، كيف صحتكم؟ بخير الحمد لله، طمنا عليك. والله بخير الحمد لله، الله يسلمك. صار في سوء تفاهم بالنسبه لل المواعيد. احنا عندنا في قطر الساعه 9، في الامارات الساعه 8. الله مش فاهم، ان شاء الله نظبطها المره الحاضره الجايه ان شاء الله. لا لا بالعكس باشمهندس، ما ليش مشكله ان شاء الله. الله يكرمك باشمهندس. تمام، جزاكم الله كل خير. طيب نبدا ان شاء الله. نعم اكيد، جزاكم الله خير. باشمهندس بلال الدريدي، مهندس معماري خبره اكثر من 12 عام في التصميم واداره الموقع وحفظ المباني التراثيه، وحصل على البي ام بي ومعتمد من اوتوديسك سيرتيفايد بروفيشنال، وشغال البيم مانجر في شركه اف ام هولدنج ال ال سي. ودي مش اول محاضره ولا اخر محاضره، المحاضره بتاعته شيقه جدا، الناس كلها متابعاها، فان شاء الله وقت شيق وجميل مع الباشمهندس بلال في شرح السي ام دي والتريمبل، وازاي ان احنا نشتغل مع بعض كفريق في موضوع الملفات البيم. تفضل يا استاذنا، جزاكم الله كل خير. الله يزيد فضلك باشمهندس عمر. اول شيء قبل ما نبدا ان شاء الله نشكر مهندس عمر على الفرصه الجميله هذه، دائما يعطينا الفرصه انه نشارك معاكم معلوماتنا البسيطه جدا. زي ما تفضل مهندس عمر، احنا تكلمنا او كان عندنا حصص سابقه فيما يخص الكومن داتا انفايرمنت، وكمثال اخذنا التريمبل كونكت از تول. كان تكلمنا يعني في الاغلب اخر مره في او في المحاضرات السي دي، كان تركيزنا اكثر شيء على البروسيس، كان تركيزنا اكثر شيء على البروسيس، وعرفنا كيف نستعمل تريمبل كونكت بلاتفورم، كيف تساعدنا في بروسيس سي دي، وكيف نكون سي دي مع بعض. فكرة الكورسات اللي جاية حاليا او يعني ابتداء من اليوم ان شاء الله، انه العكس، يعني نتعلم تريمبل كونكت از تول، وكيف على من التول نطلع على البروسيس الخاص بكل شركة. يعني ان شاء الله راح تكون عندنا حصص ان شاء الله، اذا كان في نصيب انه كل اسبوع كل يوم ثلاثاء راح تكون عندنا حصه نتكلم على تريمبل كونكت، واللي يحضر معنا من اول الحصص بمجرد ما يخلص راح تتكون عنده تتبلور عنده عفوا فكره، راح تكون عنده فكره كيف يبني او كيف يعمل سي دي خاص بشركته هو، سواء كان ديزاين اوفيس اور كونستراكشن كومباني اور فاسيليتي مانجمنت، او اذا كان ديفلوبر اور حتى سبلاير. تريمبل كونكت من البلاتفورمز او من السي دي المعروفه في الماركت، وتعتبر من اتس فيري باورفول بلاتفورم. انا نقدر نقارنها بعد استعمالي وبعد خبرتي البسيطه في تريمبل كونكت، تقدر تنافس بيم 360، تقدر تنافس بيم بنتلي 360 بروجكت وايز. شايفها من البلاتفورمز السهله، وحتى الكوست ميديوم كوست يعني، بس هو راجع اكيد بلاتفورم يعتبر شيء يعني مجرد تول، بس هي راجع لي السبيشاليست اللي يستعمل هذه البلاتفورم، وعلى حسب طريقته وعلى حسب دائما نركز على كلمه الورك فلو. بالنسبه تريمبل كونكت هي اربع ابلكيشنز، فور ابلكيشنز. اول شيء هو براوزر زي اي بلاتفورم، يو كان ساين ان كرييت اكاونت، تروح لجوجل تكتب تريمبل كونكت وتدخل على الويب براوزر عادي ابلكيشن. في البروجكت او في الويب براوزر عندك تقدر تكريت مشروع وتقدر تعمل البروجكت مانجمنت لمشاريعكم. فيها 2D and 3D فيور، وراح اشوفها اكيد بالتفصيل لانه احنا في كورساتنا ان شاء الله هاتي راح نفصل ونحكي على الويب براوزر، نحكي على كيف نستخدم الويب براوزر during our work flow. حنتكلم كذلك على ويندوز or Trimble Connect ويندوز application. عندكم تطبيق يعني تنزلوه يصير عندكم في اللابتوب، وحيكون more easy to access to your account. وعندنا كذلك الموبايل application، وهذه بصراحة يعني تعتبر من الأشياء ال very very powerful. بصراحة أنا حاليا نحكي لكم على نفسي، يعني الابليكيشن اللي في التليفون أو في الموبايل ساعدني كثير اني اتابع المشاريع، خصوصا وركز على الكلمه هذه، خصوصا المشاريع اللي اندر كونستراكشن. صار في كوميونيكيشن وفلكسيبيليتي في الكوميونيكيشن ما بيني وبين السايت انجينيرز، وصار عندنا فول كنترول على بروجريس المشاريع. وعندنا كذلك الهولولانز اللي هي
يعتبر ديفايس مطور من شركة جوجل. خلينا نخفي هذا، خلينا نخفي هذا مهندس عمر، اللي هو مغطي الهولو لانز ابليكيشن. هي يعتبر احنا عنا غالبا او في الماركت عارفين انه في شيء ما يسمى بالاي ار اللي هو اوغمانتد رياليتي، وفي عنا الفي ار اللي هو فيرتشوال رياليتي. الهولو لانز تشتغل بثيرد اوبشن اور بتكنولوجي جديده اللي هي ميكس رياليتي. يعني الفيرتشوال رياليتي بمجرد ما تلبس الديفايس راح تنعزل عن العالم الخارجي، تصير انت محوط ولا يصير عندك انجلوب بال 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 3 دي اور بال بالاوتبوت اللي يكون عندك في الفي ار ديفايس. يعني مش عارف شو بجنبك جدار او قدامك جدار او لا قدر الله بجنبك حتى يعني حفره، يعني اتس تو ماتش ريسكي اذا استعملتها في السايت. الاي ار او الاوغمانتد رياليتي تقدر تستعمل التليفون او تقدر تستعمل اللابتوب او التابلت او الايباد. يعني هذه غالبا الاي ار يستعملوها المطورين العقاريين او حتى الناس اللي شغالين في الريل استيت. بمجرد ما يخلص البي موديل او يخلص 3 دي موديل الانتيرير يقدر يصدر 360 بانوراميك ويروح يصدرها على سوفت ويرز اللي هي متخصصه انها تعمل 360 بانوراميك ووك ثرو. اذا كانت عندنا ان شاء الله الفرصه مستقبلا نعمل كورسز عن الموضوع. يعني يقدر الكلاينت يشيك على الشقه اللي حاب يشريها مثلا بالتليفون، او يقدر حتى يركب تليفونه في ديفايس ويشوف الشقه، تكون عنده صوره اوضح عن الشقه اللي راح يشتريها او حتى عن المشروع اللي انت راح تصمم له اياه مستقبلا او during the design phase. الهولولانز تشتغل بالميكس رياليتي، يعني راح تشوف 3D، تشوف 3D projected أو حتشوف 3D موجودة. يعني حيعمل لك ميكس ما بين 3D والواقع. يعني وانت ماشي في السايت، وانت ماشي في السايت راح تشوف الجدار هل هو مطابق للجدار المنفذ على حسب البيم موديل او لا، او الانفورميشن موديل باش نكون اكثر دقة. قادر حتى وانت ماشي في السايت يعني حتشوف توصيلات البايب او الام اي بي او الدرينج او الالكتريسيتي او الفاير فايتنج، وتعمل لها بروجكشن على خلينا نقول العظم او على الكونكريت. واذا في كان عندك مشكل يعني during the site visit تقدر تعمل حتى notification or you can assign task to the design or the modeling team in the design office. طيب تريمبل كونكت، يعني اليوم ان شاء الله راح نتكلم او حنركز على موضوع البروجكت مانجمنت. يعني كيف حتعمل مشروع جديد، كيف تدخل مشروع جديد، شو المعلومات اللي لازم تعملها، شو الاشياء اللي لازم تدخلها مشان تكريت مشروع جديد. زي ما شايفين البيم فيور او 3 دي فيور اللي هو انتجريتد في تريمبل كونكت. على فكره هذا المتحف اذا عندكم فكره عليه او شفتوه اوريدي، وانا متاكد انكم شفتوه، تم عن طريق او الكواليتي كنترول اند الكواليتي اشورنس تمت عن طريق الهولولانز الديفايس اللي هو الميكس رياليتي كنت نحكي لكم عليه من شوي. تمام، خلينا نروح مباشره على تريمبل كونكت ويب سايت. تمام، زي ما شايفين تريمبل كونكت، خلينا نروح نعمل ساين اوت. تروح لجوجل عادي تكتب تريمبل كونكت رح يوديك على الويب سايت. زي ما شايفين الويب سايت فيه معلومات قيمة جدا، يعطيك معلومات على البلاتفورم، يعطيك معلومات على الشركة، يعطيك حتى يو كيس ستاديز اللي استعملوا فيها تريمبل كونكت. تريمبل كونكت او تريمبل از ا كمباني عندهم كذا برودكت، يعني سواء في التوبوغرافي، في السيرفين، في 3 دي ليزر سكانينج، عندهم في الـ as a common data environment، عندهم as authoring tools، modeling tools like تيكلا etc etc. يعني حتشوف شو تريمبل كونكت وحتى تكون عندك فكرة معمقة أكثر. زي ما شايفين يقول لك 14 مليون users can't be wrong، يعني تخيلوا معي 14 مليون مستعمل لتريمبل كونكت من 17 different languages and 185 countries around the world. يعني الناس كلها يعني هذه نسبيا تعبر انه في ثقه او هناك ثقه في الشركه بصفه عامه والبرودكتس بصفه خاصه. يعني تروح جيل هنا عادي ساين ان،
تعمل ساين ان. انا اوريدي مسجل اليوزر نيم والباسورد في الويب سايت, بس هي مشان تعمل حساب هو عادي يعني زي اي بلاتفورم, يعني تدخل وتعمل ساين اب, تدخل ايميلك وتختار خلينا نقول 3 different license راح احكي لكم عليها بعد شوي. بمجرد ما تعمل ساين ان, بصراحه مانيش حاب نضيع لكم وقتكم بعمل حساب, وهذا سهل جدا يعني تقدر تدخل وانتم متعودين يعني عندكم حساب في اوتو داسك في الكثير من البلاتفورمز. بمجرد ما تدخل على التريمبل كونكت راح تكون عندك البروجكت خلينا نقول الوركينج اريا او البروجكت بروجكتس براوزر اريا, باش تدخل او تو كرييت نيو بروجكت سهله جدا. عندك هذا اسمها نيو, الباتن بلو باتن نيو. بمجرد ما تعمل كليك على نيو حتطلع لك سمول باليت اللي هي معلومات المشروع الجديد. طيب احنا حنعمل مشروع جديد مع بعض اللي هو راح يتبعنا الى نهاية هذه الكورسات. انا جا في بالي قبل الكورس بصراحة نسميه بيم ارابيا ارابيا عفوا تيست بروجكت, تمام. الشغله الثانيه اللي هي يقول لك بروجكت فوتو اور ثامبنيل, تقدر تعمل ابلود وتدخل صوره للمشروع سواء بيرسبكتيف اور 3 دي. الشغله الثالثه اللي هي مهمه جدا واللي هي تسمى بالسيرفر لوكيشن. باي ديفولت تريمبل كونكت في عندك 3 سيرفرز, يعني تريمبل كونكت مبرمجه او مبرمج, يعني مبرمجين برمجوا تريمبل كونكت على 3 سيرفرز. وش معناها؟ اذا انت مثلا في على سبيل المثال في مصر او في الـ في الـ في الـ في الجولف ريجن او حتى في شمال افريقيا على سبيل المثال, انت وش لازم تختار؟ تختار السيرفر اللي اقرب للمكان وانت شغال. على سبيل المثال احنا حاليا في الجولف ريجن, اختار ايجيا, تمام. اذا كنت انا في كندا اختار نورث امريكا. في شغله بس ننبهكم عليها, انه قبل ما تروح تشتري او قبل ما توقع عقد تريمبل كونكت از بلاتفورم, في البروتوكول او في شروط العقد في دول من دون ذكر الاسم ممنوع مانعا باتا انك تستعمل تريمبل كونكت اند اول تريمبل كونكت برودكتس في هذه الدول. هما 5-6 دول, ولازم تتعهد انك ما تستعملش البلاتفورم عندهم. على ذلك هما عاملين ليميتيشن للسيرفرز بحيث انه دول معينه فقط اللي تقدر عندها الاكسس للشيء هذا. على سبيل المثال if you are in north africa على سبيل المثال نختار يوروب, اذا كنا في جولف ريجن نختار ايجيا, اذا كنا في تشاينا نختار ايجيا بطبيعه الحال. ونورث امريكا هي نورث امريكا اكيد, تروح معها كندا, ممكن مكسيكو على سبيل المثال. تختار انت السيرفر الاقرب لك اللي هو ايجيا, يعني بطبيعه الحال احنا اقرب على ايجيا اسيا نختار اسيا. طيب الشغله الخامسه او الرابعه هي البروجكت اونر شيب. البروجكت اونر شيب اللي هو مالك المشروع, يعني الحساب بمعنى أبسط اسم الحساب اللي هو أنت مثلا إذا كريت project عفوا عملت حساب في تريمبل تسميه مثلا AAA BBB CCC حيطلع لك project ownership AAA BBB CCC, فهمتوا علي؟ بس اللي همكم أنتم هو project license. احنا عندنا 3 different license اللي هي basic اللي هي free, عندك 5 جيجابايت ستورج في الكلاود, وعندك المأظن unlimited project خلينا نشوفهم مع بعض, وعندك البزنس, وعندك البزنس بريميوم, وعندك الانتربرايز. راح نشوفهم بالكامل وشو الفرق ما بينهم الثلاث. طيب أنا حاليا باي ديفولت راح أخليها انتربرايز لأن هذه أعلى واحدة وفيها كامل فيتشرز لأنه نحتاجهم بعد في المشروع. وفي عندك شغلة هنا اسمها more options. بمجرد ما تعمل كليك على more options يقول لك أعطيني description المشروع. ركزوا معي يا جماعة في هذه لأنه مهمة جدا, لأنه مرات يكون عندكم معلومات تدخلوها في بداية الأمر. يعني خليني نقول لكم البروسس هذا هو ما يسموه البروسس على السريع, بس دخلي المشروع في السي دي وإذا في تحديثات نعملها من بعد, ورح نتكلم كيف نعمل هذه التحديثات من بعد. على سبيل المثال description المشروع project or project created for beam Arabia courses G plus على سبيل المثال N
يعني مجرد مثال فقط اتسترا تمام يعني ديسكريبشن بسيط يعني the starting date واضح يعني خلينا نقول the starting date of the project انت عندك too many options. إذا كنت أنا بديت المشروع من design phase نحط أكيد starting date of the design phase اللي هو 16 في الشهر اليوم March تمام. The end date اللي هي بطبيعة الحال أكيد راح تتعدل إلا إذا أنت فعلا فعلا لازم تخلص في هذا الوقت. مثلا إذا مشينا على مبدأ design phase ممكن 16 جون 16 نخلص كامل design. بس إذا كان عندك في الconstruction phase راح يصير كلام ثاني. بمجرد ما تعمل create مجرد ما تعمل create راح يكريت لك المشروع ويأخذك عليه بطبيعة الحال. طيب ممتاز جدا زي ما شايفين هو حينقلك من البروجكت أو البروجكتس workspace إلى البروجكت workspace يعني من المشاريع إلى المشروع اللي أنت عملته أو which you've created recently. طيب زي ما شايفين الworkspace أو user interface أحيان قسم إلى قسمين زي ما شايفين light dark or light gray عفوا جهة light gray وعندك the blue bar اللي على الشمال. خلينا نحكي على هذه لأنها بسيطة يعني مش معقدة ومن بعد نمشي للblue bar. طيب نمشي واحدة واحدة. عندك هذه سماها الإكسبلورر. الإكسبلورر هي اللي راح تكون فيها الفولدر ستراكتشر اللي خاصة بيك. والفولدر ستراكتشر يا جماعة هي it's not يعني مش معادلة ثابتة يعني. نفس الشيء بالنسبة للبيلدينج انفورميشن موديلينج امبليمنتيشن. يعني البيلدينج انفورميشن موديلينج لما نعمل امبليمنتيشن هو ما عندوش قواعد ثابتة تتطبق وتتكرر وريبيتيتيف في كامل الشركات. حذاري من الشغلة دي لأنه البيم أو البيلدينج انفورميشن موديلينج امبليمنتيشن استراتيجي it's unlimited تختلف باختلاف طبيعة الشركة طبيعة المشروع طبيعة حتى الأشخاص اللي شغالين طبيعة السبلاير طبيعة الفابريكيتورز طبيعة الكونتراكتورز طبيعة حتى قادر البيم امبليمنتيشن استراتيجي تتغير بمجرد مثلا ينزل على سبيل المثال وباء زي الكوفيد 19 هذا قادر يغير لك بيم استراتيجي امبليمنتيشن يعني حذري في الشغلة هذه. كذلك الاكسبلورر او الفولدر ستراكتشر. اوكي الفولدر ستراكتشر اذا مشينا نحن بستاندر اللي هو الايزو 19650 بارت 2 اللي هي working progress shared published and archived هذه اوكي ثابتة بس ثابتة نظريا مش ثابتة عمليا لانه اذا مشينا للعملي الصورة تختلف تماما. كبرنسيب كمبدأ yes it's work in progress shared published and archived بس في التطبيق يختلف الوضع. لذلك أنا دائما I support the idea of ولا دائما نشجع الناس أنه لما تتعلم شيء في building information modeling يقول لك والله كانت عندي البارح كورس building information modeling. طيب شو تعلمت؟ والله تعلمنا على الباب اللي هو البيم execution plan. طيب مباشرة أنت ولو حتى تخطئ أعمل projection للشيء اللي تعلمته على الواقع لأنك إذا أخذت المعلومات اللي تعلمتها نظريا وطبقتها في الواقع حتشوف أشياء مختلفة مش مختلفة على وش تعلمت بس حتكتشف أشياء جديدة. لأنه أنا كترينر أو كبيم ترينر أو سمي وش تحب أحنا أعطيك الشيء النظري based on different experiences فاهمين وانتو تختاروا على حسب الوضعية اللي خاصة بيكم. كذلك الفولدر ستاكتر في عندك شيء ثابت يعني لازم you have to create your folder structure اللي خاصة بيك انت وخاصة بكل مشروع. والفولدر ستاكتر راح تتغير باختلاف او راح تتحدث بشان اكون ادق راح تتحدث يعني دوريا او كل شهر كل شهرين هذا على حسب شركتكم أو استراتيجي الشركة اللي أنتم شغالين فيها. يعني حاب نوصلكم نقطة لا يوجد شيء ثابت في البيلدينج انفورميشن موديلينج هو كل يوم يتطور كل يوم يتحدث بتحديث أو يتطور أو يتغير بتغير الأحداث يعني. طيب بمجرد ما تعمل create a project حياخذك عند اليوزر interface أو project workspace. طيب أول شيء من الاسم باين new folder or
Group Data and Assigned Permissions. هذه نحكي لها من بعد. بمجرد ما تعمل Click New Folder حيقول لك Create Folder in Beam Arabia Test. يعني هذا أول folder راح تعمل له Creation في المشروع. طيب راح نشوفها من بعد لأنه بمجرد ما نعمل Create راح أضيع علينا. خلينا نرجع لها من بعد شوي. عندك Download Sync Synchronizer Project from your desktop. Trimble Connect Sync هو يعتبر من الابليكيشن اللي لازم تنزلها وتحملها عندك في تخليها عندك في اللابتوب. Download the sync, it's mandatory, يعني شيء لازم تعمله لأنه without Trimble Connect Sync مش حيكون عندك collaboration environment يعني ما بينكم وما بين البروجكت ستيكهولدرز. خليني نقول مشان يكون تعريف أو شرح عام. على سبيل المثال وش عنا اوكي عنا الماب الورك سبيس. الماب ورك سبيس بمجرد ما تعمل كليك تختار انت لوكيشن المشروع. ماب فيور اللي موجود في تريمبل كونكت رائع جدا, وخصوصا اذا ربطناه بسيرفين او توبوغرافي يعني راح يعطيك اوتبوت جميل حتى في البرزنتيشن او حتى في شكله او حتى في اختيار الالوان. صراحه نحكي لكم على الويب سايت يحمسك انك تشتغل على تريمبل كونكت, تخليك دائما يعني طيب حيقول لك زي ما شايفين خليك دائما attached to this platform. Map Workspace Detail دخل اسم الماب اللي هي بيم رابية Location على سبيل المثال فقط. Description Enter Map Workspace Description Test Location على سبيل المثال وتعمل Next ويقول لك هنا اختار Location. خلينا نختار وين نختار على سبيل المثال أو تقدر تكتب حتى مثلا دبي UAE دبي then next system هذا universal or geographic latitude longitude هذا خليها زي ما هو. datum هذه عندها علاقة أكيد بجماعة الخرائط وكذا. store future height in meters خليها in meters done. بمجرد ما تعمل ده راح يعمل لك map workspace وراح تدخل location المشروع. it will be saved new map workspace created successfully. تعطي شوية وقت بس وراح ياخذك مباشرة على map workspace. map workspace تقريبا فيها أشياء أو Trimble Connect platform أو applications متشابهين في العديد من الأشياء وراح نشوفها مع بعض. طيب انت دخلت لوكيشن المشروع. طيب بقي لك الشغله الرابعه اللي هي سكتش اب موديل. سكتش اب موديل يو كان كرييت سكتش اب موديل اونلاين. عندك في سكتش اب يعتبر ايضا من الابلكيشنز اللي تبع تريمبل. هو في بدايه الامر كان تابع الجوجل, كان للاسف الشديد الفيتشرز اللي موجوده فيه كانت فيري ليميتد, ولما اشتريته تريمبل تطورت فيه وصار أنا نعتبره يعني من البرامج الرائعة جدا. تقدر كبداية مثلا تعمل حتى small خلينا نقول small detail مثلا slab, تعمل the first layer second layer مجرد مثال فقط. you can create the second layer يعني على حسبك أنت كيف تشتغل وعلى حسب الworkflow اللي خاص بيك. تقدر تعمل detail تحطه ك مش عارف أنا تقدر تحطه كreference على حسب يعني. بس على كل حال سكتش اب اذا تعلمتوه وكنت يعني انا مش حنقارنه بريفيت او اركيكاد او اذر سوفت وير, بس سكتش اب الناس شغال عليه مشان يكون اهات يعني مشان يكون من سوفت ويرز المتطوره اللي نقدر نستعملها في البيم موديلنج. اللي متعودين على سكتش اب اكيد راح يشوفوا بلي الاشياء هذه فيري فيري فاميليار يعني زي ما شايفين تقدر يو كان كرييت ا لوت اوف ثينجز يعني به. تقدر حتى تصدر السكتش اب 3D موديل تو ذا ريفيت لانه مرات الريفيت انا شايفه يعني اتس ليميتد يعني من ناحيه الموديلنج 3D موديلنج. تقدر تعمل موديلنج باذر سوفت وير مثل زي سكتش اب او حتى ستوديو ماكس او اي موديلنج سوفت وير اورجانيك, خصوصا اورجانيك تقدر تصدر الريفيت. هذا بس يعني مشان تكون عندكم فكره لما تعمل المشروع شو اليوزر انترفيس او البروجكت يوزر انترفيس راح يكون عندكم. نفس الشيء
زي ما شايفين هذا بالثري كمانس راح يتكرروا عندكم في السمول بلو باتن اللي هي اد. بمجرد ما تعمل كليك نفس الشيء كرييت فولدر متكرر عندنا اتس نيو فولدر كرييت 3 دي موديل هذه وعندك كرييت ماب ورك سبيس اللي هي اوريدي عملناها الماب فيور اور اللوكيشن وعندك ابلود فايلز. ابلود فايلز هذه مش موجوده. طيب في ديفرنس بين كرييت فولدر اند ابلود فايلز. طيب لما تعمل كليك على ابلود فايلز راح يعطيك تو اوبشنز. يقول لك ابلود فايلز يو كان سيلكت مور ذان وان فايل ات تايم تو اوبشنز. وش هما تو اوبشنز؟ يقول لك دراج اند دروب فايلز هير. تقدر تاخذ مثلا اي فايل وتجيبونه هنا وتحطه مباشرة في الورك سبيس وتقدر مباشرة تعمل براوز. You can choose the file. ممكن تمخزن فايلات already عندك في الديسكتوب أو في الدي في الاف في الاي تعملهم selection وتحطهم مباشرة ويتحملوا عندك. طيب خلينا نروح step by step. create new folder. أول فولدر راح نسميه cd folder or مش CD حنسميه ISO 19650 part 2 folder structure. تمام نعمل submit. بمجرد ما نعمل submit ايوه شوفوا هذا الايرور. انا دخلت الاسم وعملت submit. انتبهوا للشيء هذا لانه ممكن يوم كامل وتدور على المشكل مش راح تحصل شو المشكل. المشكله انه انا عملت submit بعد ما خلصت اسم الفايل يقول لك you entered an invalid name please try again. انت تستغرب شو هذا الانفاليد نيم؟ هل في تسميه معينه للفولدرات؟ هل في شيء؟ هو لا عنده لا علاقه لا بتسميه بفولدرات ولا شيء. المشكله انه بعد ما خلصت كلمه structure عملت space وعملت submit بس لما نشيل space ونعمل submit راح يكريت لي الفايل. انتبهتوا للشيء هذا؟ انتبهتوا للشيء هذا ممتاز جدا. طيب زي ما تشوفوا بعد بمجرد ما نعمل create a folder راح ينزل لي automatically الماب. يعني اذا سكرت هذا وسكرت SketchUp yes وحطيت هذا راح ياخذك مباشره على اللوكيشن زي ما شايفين. تمام هاتي description the small description راح نحكي عليها بالتفصيل مستقبلا يعني في الكورسات اللي جايه ان شاء الله. بس انتم شو امشوا معي step by step كيف ندخل مشروع جديد وكيف تعمل project management للمشروع الجديد. تمام how you manage قصدي مش project management بالمعنى الأعم بس أنا قصدي how you manage the new project in your CD or in Trimble Connect platform. طيب شفنا كيف نعمل folder بس مش شفناش كيف ننزل أو كيف نعمل upload للفايل. file folder it's done مازال عندي الفايل. وين نروح؟ نروح الأد جينا هنا الابلود فايلز. طيب نختار الاوبشن 1 او الاوبشن 2 doesn't matter. يعني خلينا نروح نختار وش راح نختار؟ نختار التيبل هذا البسيط عادي نجيبه هنا ونحط نعمل دراج اند دروب ونحط. تشوفوا معايا من تحت راح يقول لك انه uploading 0 of 1 files راح يعطيك الانديكيشن انه في فايل راح يتحمل. بمجرد ما يتحمل يقول لك upload complete راح ينزل عندك الفايل زي ما شايفين كوفي تيبل. تعمل كليك على الكوفي تيبل تشوف نوعية الفايلات اللي نوع الفايل اللي نزلته عندك او لقيته عندك في CD. It's loading. في نقطة مهمة جدا مش مهندسين انه الترمبل كونكت تقدر تشوف به ريفيت سكتش اب اوتوكاد بي دي اف وورد جي باج اي شيء اكستنشن تقدر تشوف يعني به. راح نشوف الاكستنشنز اللي يقدر يعمل لهم ديكودينج مع بعض زي ما شايفين الصوره. ممكن هذه الصوره بتحب تشوف شو نزلت يعني او راح تفهموا راح تكون الصوره اوضح مستقبلا لما تنزل صوره عندك في السي دي او في الفولدر مش قادر تعمل بالصوره هذه. يو كان اساين تاسكس من الصورة هذه وتقدر توظف ناس يخلصوا لك تاسكس فقط من الصورة هذه. انت حتستغرب انتم حتستغربوا ممكن من كلامي حاليا بس هذه هي الحقيقة. خلينا نمشي بس يعني step by step فيما يخص الـ creating new project. طيب انتم زي ما شايفين احنا عملنا خلينا نعمل هذا الديليت شيلوا انه مش محتاجين يعني
حاليا الصورة هذه. أوكي طيب، إحنا عملنا الفولدر اللي خاص بالمشروع. طيب فرضا في لحظة ما أنت مشيت في المشروع، يعني خلينا نقول أسبوع أسبوعين، وجاكم ريكوست من عند المالك قال لك لا والله أنا بطلت، حاب نزيد مثلا، حاب نزيد طابق أو طابقين على المشروع. أنت مضطر أنك information manager or ك yes information manager or BIM manager or حتى the project responsible or the project admin أنك تغير معلومات هذه المشروع. من وين نغير معلومات المشروع أو من وين نحدث معلومات المشروع؟ بسيطة جدا، إحنا خلصنا من هذه، ما زلت لنا بس شغلة واحدة فقط اللي هي the three dots، واحد شوفها من بعض هذه في الـ coordination and collaboration workflow، وعندك الفور or the square divided in four small squares. بمجرد ما تعمل كليك هي الفيو، يعني حتشوف سواء list or بشكل ثاني اللي موجود عندنا عادي في المايكروسوفت زي ما شايفين كليك. في واحد يحب انه الاكسبوجر يكون بشكل هذا، وفي واحد يحب يكون ليست. انا نفضل انها تكون ليست يعني، وانتم على حسب وش تفضلوا يعني. خلصنا من هذه، انتم شايفين كود ديسكريبشن ريفيجن اديتد باي اديتد ديت، راح نشوفها مع بعض في حاجه تسمى الميتا داتا. يعني راح نتكلم ان شاء الله كثير اذا احيانا ربي انه حنتكلم حتى على الايزو نيمين كونفنشن، حنتكلم على اشياء كثير. انتم بس يعني حاولوا تاخذوا نوتس، لانه ممكن مش حتستخدم تريمبل كونكت مستقبلا في شغلك يعني. بس اخترت انا تريمبل كونكت متعمد، يعني كنت قادر نعطيكم سي دي ثاني او بلاتفورم ثاني مثلا زي ستريم بيم اور اول بلانز بيم بلس، ممكن كنت قادر نحكي لكم حتى على البيم سينك. بس تريمبل كونكت تقريبا شامل الكامل الكمانس اللي موجودة في other CDs. يعني إذا تعلمتوا Trimble Connect نفس الشيء أحتلقوه تقريبا متكرر في other applications or platforms، يعني مش راح تشوفوا big difference. يعني في فروقات بسيطة، ممكن أشياء تلقاها في Trimble ما تلقاهاش في platform ثاني، بس 90% نفس الشيء متكرر. تمام طيب خلصنا من هذه زي ما شايفين، خلصنا من اللايت جري workspace سموه زي ما حبيتوا، ورح نشوف قلت لكم هذه من بعد، ورح نشوف حتى tags شو معناها tags etc revision أي شيء موجود هنا حنشوفه مع بعض إن شاء الله. طيب جاكم فرضا request من عند المالك وصار فيه تغييرات للمشروع، طيب كيف تحدث معلومات المشروع من أول وجديد؟ بسيطة جدا، تروح الحاجة اسمها سيتينج موجودة في البلو بار، انسوا لي هذا تيم تو دو اكتيفيتي ريليز، هذم انسوا وكأنهم مش موجودين، لأنهم بعد حنشرحهم وان باي وان، ركزوا لي فقط على سيتينجز لأنها عندها علاقة بالبروجكت، the new project management. تمام، عندها علاقة بالمشروع الجديد، يعني أي شيء تغيير، أي شيء تعديلات، أي شيء خلينا نقول عنده علاقة ب البروجكت configuration. تمام، راح تروح السيتينجز. طيب تعمل كليك على السمول ارو وتشوف في عندك خمسة نقاط عندها علاقة بالسيتينجز اللي هي project details, notifications, units, user permissions and sync. طيب خلينا نروح واحدة واحدة. طيب إذا مشينا للproject details، طيب أنت إذا جاك request من عند المالك ولازم تغير معلومة المشروع ولوكيشن المشروع، وين تروح البروجكت ديتيلز. بمجرد ما تعمل كليك على البروجكت ديتيلز هياخذك على معلومات المشروع اللي انت دخلتها اول مرة. طيب مقسوم لتو بارتس، عندك البروجكت ديتيلز اند بروجكت سيتينجز، الورك فلو او الورك سبيس هذا عفوا مقسوم لتو بارتس، ركزوا معي، الاوفرفيو على المشروع بروجكت ديتيلز مقسومة الاوفرفيو مقسومة الى بروجكت سيتينجز. تمام، إذا حاب تعدل اسم المشروع عندك البوسيبيليتي تعدل اسم المشروع. تمام، على سبيل المثال فرضا بروجكت احنا عملها بالكامل كابيتال، بمجرد ما تخلص كابيتال تعمل سيف تشينجز. تمام، البروجكت اونرشيب، تمام ممكن تغير الحساب وهو كلهم تحتك، يعني بروجكت اونرشيب. وعندك اللايسنس، فرضا ممكن انت كانت عندك البيسك والله عجبتك البيسك وشفت انه تريمبل كونكت اوكي ممتاز، رحت شريت انت البريميوم، تعود تعدل البريميوم باش يكونوا عندك مور فيتشرز، يكون عندك البوسيبيليتي انك
to discover more features in the enterprise يعني or the business or the business premium يعني مثلا اشتري ممكن البروجكت ديتيلز راح تعدل فيه او جي البروجكت ديتيلز تعمل موديفيكيشن فقط لانك غيرت اللايسنس جينا هنا وتغير اللايسنس سيف تشينجز وروح كمل شغلك فهمت علي؟ طيب فرضا ممكن الرندر ما عجبكش اول مره كان على السريع وبس حاطيته صوره المشروع التيم تاعك شغال على رندر كويس يعني بعد اسبوع اسبوعين طلعت الكواليتي احسن تقدر يو كان ابلود نيو يعني يو كان ابلود نيو بيكتشر اوف ذا بروجكت يعني تحدث فيه الشيء اللي ما يتغيرش هو البروجكت سيرفر لوكيشن انك اخترت خلاص اللوكيشن تاعك والسيرفر اللي انت راح تكون لينكد به ويعطيك حتى معلومات الكرييشن ديت ومتى اخر مره تعدل متى اخر مره تعدل المشروع انتبهوا الشغلة يا جماعة انتبهوا الشغلة أنا حاليا كتبت بيم Arabia Test Project غيرت البروجكت إلى إلى Capital من Small إلى Capital حاليا أنا غيرت كتابة بس ما سيفتش التغييرات شوفوا معي التاريخ هو مارس 16 في شهر مارس أو مارتش أو مارس بالفرنسي 2021 10:22 دقيقة شوفوا الساعة كم الحين 10:42 خلينا نعمل Save Changes ونشوف هل يتغير الوقت أو لا كم الوقت 10:43 صح يعني اي حركه اي حركه تم في السي دي او في تريمبل كونكت بصفه خاصه في السي دي بصفه عامه وفي تريمبل كونكت بصفه خاصه it will be traceable يعني راح تكون عندك all be يعني recorded all will be recorded يعني اي شيء تم حتشوف حتشوف حينا غيرنا اسم المشروع تغير التاريخ لو نغيرها بكره يتغير التاريخ مع الوقت باي هوم باي بلال دريدي يعني إذا كان شخص ثاني غير في سيتينجز المشروع وجيت أنت الصباح مثلا إذا كانوا مثلا 2 أو 3 أدمنز في المشروع جيت تشوف في تغييرات في المشروع مين اللي غير جينا هنا البروجكت تشوف آخر شيء تعدل في المشروع في شغلة ثانية يعني الكلام يجيب الكلام خلينا نقول أو المعلومة تجيب المعلومة في شغلة اسمها أكتيفيتي بمجرد ما نعمل كليك على أكتيفيتي شوفوا معي يا شباب حيقول لك آخر أكتيفيتي تمت في المشروع بيم Arabia Test Project وشي هي أنه بلال غير بيم Arabia Test Project من هذا الاسم وشطب لك عليه وصار اسم المشروع بيم Arabia Test Project وصارت هذه Capital يعني شو الأكشن Renamed الأكشن اللي تم أنه Renamed Project يعني عملت تسمية المشروع مين اللي سواها بلال دريدي يعني مرات واحد بالخطأ يدخل أو واحد متعمد تو سيناريوز يعني واردين يدخل يا سيدي حبي يعملك مشاكل عملك ديليت لكامل الفايل هو ما يعرفش يعني معلوماته محدودة في سيدي أنت أعلى منه وعندك خبر أكثر منه دخلت شغال أنت عادي تدور على الفايل ما لقيتش الفايل ما حصلتش الفايل ما توجع راسك ما حد شيء ما تزعل ولا متعمل ولا شيء لا تروح تعمل تحقيق ولا شيء تروح الأكتيفيتي وتشوف آخر أكتيفيتي صارت في السي دي وحتطلع الإنسان هذا اللي قال لك أو خلينا نقول الديليت أو عمل المشاكل في السي دي تمام نرجع للبروجكت ديتيلز الأكتيفيتي مهمة جدا يعني traceability of all the activities حتلقاها في الأكتيفيتي هذه تمام طيب وش قلنا project server location حيكون ثابت creation date راح تكون موجودة أيضا it will be recorded last modified حيعطيك آخر تحديث تم الوقت الساعة وmodified by whom في معلومات ممكن تفيدكم بالنسبة للمشروع هذا اللي هي size folders files users size معناها size الفايلات اللي محملة على CD الفولدرز هم عدد الفولدرز اللي موجودين في CD حاليا عندي واحد زي ما شايفين عملت واحد وفايل واحد اللي هو الصورة ويوزر واحد اللي هو أنا صح ولا لا طيب هذه المعلومات ممكن تفيدكم يعني مش عارف كيف راح تفيدكم بس في ناس حتفيدهم يعني بس هذه المعلومات إن كيس حبيتوا تعرفوا كم الفولدرز وكم الفايلز وكم حتى اليوزرز خصوصا اليوزرز تقدر تشوفوا من البروجكت ديتيلز اللي هي under overview عندك شغلة ثانية اللي هي start date والend date فرضا أنك تأخرت في تنفيذ المشروع تأخرت حتى في الديزاين فيز يعني انت كنت مقرر تبدا الديزاين الاسبوع هذا لا تاخر شهر عدل وشوف هل this will affect your يعني schedule or not if حتخليه نفس المشروع تعمل ف
فاست تراكين، تعمل كراشين على حسب برنامجك انت الزمني، تخليه زي ما هو او تعدل تاريخ تسليم المشروع حسب اتفاقيتك مع المالك. البروجكت ديسكريبشن مني كان مثلا جي بلس 12، يجي الملك يقولك لا حابه 15 20 دور على حسب، تقدر تعدل ديسكريبشن المشروع بكل سهوله، تعمل سيف تشينجز. تمام. طيب في نقطتين مهمتين جدا جدا اللي هي الديليت بروجكت اند ليف بروجكت. أسوأ سيناريو انه يجيك المالك يقول كنسلت المشروع وخلاص راح نتحول الى شركة أخرى تخلص لي المشروع. في الحالة هذه وش تعمل؟ لازم تشيل المشروع من عندك مسيدي، لأنه حقوقك يعني خلاص ما بقيتش يعني عندك الحق أنك تشتغل في المشروع. تعمل delete project، بس حذاري حيعطيك notification وش يقول لك: deleting this project will delete the project from you and all the members in this project. This cannot be undone. يعني خلاص بمجرد ما تعمل delete project it will be deleted forever. يعني بدليل كتب لك هنا delete project forever، يعني انسى المشروع خلاص. اذا حاب تعمل مشروع نفس المشروع لازم تعود تدخل معلومات من اول وجديد، وبعد ياكد لك are you sure to end this project، وانت تاكد yes or not. هذا السيناريو في حاله ما تكنسل المشروع، بطل المالك، على حسب يعني تحتمل العديد من السيناريوهات. وعندك leave project عندك are you sure you want to leave this project. هذا السيناريو وارد في حالة ما إذا صرت أنت مسؤول عن مشاريع ثانية، مثلاً عندك مثلاً مشاريع أهم خلينا نقول، أو مشاريع في مكان غير بلادك مثلاً، لازم تسافر بدليل بضرورة يعني قصدي حتى ولو تسافر سيدي حيكون معاك، بس عليك لود زيادة، وعينت واحد معاك يعني حيكون هو أدمن المشروع، you can leave the project to him، يعني تخلي له المشروع وتكمل انت في مشاريعك الثانية. كيف ترجع للمشروع؟ لازم واحد من التيم ممبرز يعمل لك assign او يدخلك، او الادمن itself يعود يدخلك من اول جديد. leaving the project عنده اسبابه زي ما قلت لكم، ممكن عندكم load، ممكن انت مشغول، ممكن تفنشت يعني لا قدر الله، ممكن تفنشت من الشركة، you have to leave the project، يعني عندها العديد من الاحتمالات. تمام. طيب this is for the project details. راح نشوف notifications ونشوف units. طيب خلينا نشوف units وبعد راح notifications. units زي أي platform، يعني أنتم عندكم في ريفت عفوا في الأوتوكاد، في سكتشوب، في كامل الأوثورين tools، modeling tools، إنك لازم تعدل unit. تعدل unit ال platform أو قصدي ال platform yes أو ال working space أو ال work strategy. عندك من الميتر حتى الامبريال، الكاستم يو كان كاستم، عندك من الميتريك والامبريال، اليونيت سيستم عفوا اللي هي ميتريك اور امبريال، وعندك اليونيتس، عندك مليمتر، عندك سنتيمتر، عندك الميتر، كيلومتر على حسب يعني، وتعمل الديسيمال بليس بليسز 2 3 4 اللي هي هاو ماتش هاو ميني نمبرز افتر ذا كوما، يعني تحطها 2 على سبيل المثال. الاريا سكوير متر 2 numbers، كيوبيك متر على سبيل المثال 2 numbers إذا حبيت. التون الويت تحتاجها بعد في التكلة أو على حسب يعني. الانجل تخليه ديجري أو راديان على حسب، وتخليه 0.1 أو 2 على حسب يعني، وتعمل save changes. اليونيتس هذا تحتاجهم بعد في 3D viewer، حنشوفها مع بعض. عملت save changes. عندك الشغلة الثانية يعني في البروجكت modification، عندك البروجكت details اللي هي معلومات، وعندك units انت تدخل تعمل programming للworkflow أو الworkspace اللي انت شغل فيه. عندك notifications. النotifications وش يقول؟ عندك two parts، عندك النotifications اللي هي email notification mode، وعندك activity preference. في النotification شوفوا اسمعوني فقط وش راح نتكلم فيه هذه، وإذا ما فهمتوا الشيء سجلوه ورح تفهموه من بعد. طيب عندك email notifications can be configured for all project members or users can be allowed to customize their settings individually. عندك two options. ال project admin هو اللي define أو يخير الايميل preference for all project users. يعني إذا صار في notification أو task assignment during the project design phase or construction أو حتى facility management، مرات أنت تعطي tasks للتيم
الواحد تيم ممبر وان تيم ممبر، مش بضرورة الناس كلها تشوف التاسك، يعني ممكن انت بعت له تاسك شوية معه كومنت مبهدلوا فيه شوية انه قصر او عمل غلطة لا تغتفر، خلينا نقول مش ضروري الناس كلها تشوف يعني نوتيفيكيشن، يعني خليها يعني برايفت، يعني تخليها بينك وبينه، يمكن تعمل بريفرنس للإيميلز، يعني في نوتيفيكيشنز يوصلوا للتيم بالكامل وفي نوتيفيكيشنز لا. يقولك project users can customize their own emails preference، يعني نفس الشيء انت عندك you can customize your own email preference، تقدر تدخل انت على البلاتفورمز او تدخل على لما تكون user تدخل وتشوف شو notifications اللي قادرة توصل لك من وين، من هذه من activity preference. يعني خليني انا كأدمن متحكم في notifications بالكامل، لماذا؟ إذا حملت فايل هو قسم لك الاكتيفيتي تايب، الاكتيفيتي بريفرنس، ومتى تجيك نوتيفيكيشن على الايميل. هنا نقطة مهمة جدا في الانفورميشن اكستشينج وفي البيم ورك فلو. طيب هدفنا نحن من سي دي او هدفنا نحن من الانفورميشن اكستشينج استراتيجي او بروسيس انه نخفف حكاية الايميلات او وي كنترول ذات ماتش اوف ايميلز. قلت لكم اخر مرة انه في بداية المشروع الانفولفد ستيكهولدرز راح يكون 1 2 4 5 6 10 مش كثير، يعني نمبر اوف انفورميشنز راح تتم بينهم من بين بعض مش ذات ماتش كومبليكيتد يعني، بس كل ما تقدمنا في المشروع راح يكون في مور انفولفد انفولفمنت للستيكهولدرز، يعني ملايين الايميلات راح تروح وتجي وترد، يعني انت مستحيل في النهار راح تشوف 100 او 200 ايميل او 500 ايميل، ومش راح تكتب نفس الشيء 500 ايميل وترسل 500 ايميل. في البيلدينج انفورميشن موديلينج ورك فلو في حركه معلومات او انفورميشن اكستشينج اند سيركيليشن كبيره جدا. طيب كيف نضبط الوضع هذا وش نعمل؟ سي دي بصفه عامه او از كلاود او سيرفر بيست هدفه انه يخفف عليك شغله الايميلات. يعني مثلا انا اذا حملت مثال بسيط يا شباب، فرض اذا حملت الفايل وحطيته في سي دي، تمام خلصت شغلي وحطيت الفايل، خلصت الريفيت موديل، خلصت التكلا، خلصت الام اي بي موديل، اي مثال حطوه في راسكم ويمشي الحال ان شاء الله. خلصت وحطيت في الفايل حطيته في الفولدر الخاص به اللي هو الاركيتكتشرال تيم. بمجرد ما نحط الفولدر يعني في الكلاسيك ورك فلو تحط الفايل وتبعث إيميل وتحط الفايل اللي خلصته أتاجت في الإيميل وساعة وانت تستنى حتى يحمل والإنترنت بطيء، يعني الأمر مزعج أول شيء ومضيعة وقت. نو في السي دي هدفنا أنه أو في البيم ورك فلو هدفنا أنه نوفر وقت، تمام. وش تعمل؟ بمجرد ما تعمل أبلود للفايل أحتوصل، شوفوا معي، أحتوصل نوتيفيكيشن أوتوماتيكلي، ها يقولك فايل أبلودد، أحتوصل automatically invitation sorry notification للكامل الناس المعنيين ويكتب له في الايميل. وش يكتب له في الايميل؟ for example member A he has uploaded the file, the name of the file. ويقول لك check please في الايميل، يعني الايميل it will be sent automatically، يعني حيخفف عليك شغلة الايميل. انت فقط لازم تعدل النوتيفيكيشن، مثلا انت كانفورميشن مانجر، لانه غالبا في الكود المسؤول عن السي دي هو مسمى الانفورميشن مانجر مش البيم مانجر، او بس مرات نضطر انه البيم مانجر هو يكون نفسه الانفورميشن مانجر لاسباب تعرفوها اكيد او احنا نحكي عليها مستقبلا. اذا كان فايلز موفد، رينيمد، restored، download، sync، file check out، check in، هذا حنشوفهم بالكامل. أي شغلة تعملها تخص الفايل أحديك notification by email. file بعد روح الفولدر نفس الشيء، folder downloaded، added، deleted، أحديك notification. يعني أنت تحكم في notification، يعني نختصر لكم إياها، أنت كبيم manager or كبيم or information manager شو الأشياء اللي لازم يجيك عليها notification مشان تكون متحكم أو to be more controlled أو the city to be يعني to be more controlled by you. تحدد تقول والله أنا حاب notification كثير أجيني على الفايلز لأني خايف لا يروح لي يضيع لي فايل يتحمل، مثلا واحد من team members حمل فايل معين، جيك notification email
بلال دريدي حمل فايل ريفيت، تكون انت عارف يعني، وهو عارف انك انت عارف. هذا هو الشيء الجميل، لانها التعريف الاول لسيدي هي the single source of truth، يعني كل شيء على المكشوف يعني، فهمت علي؟ طيب راح نشوفها بالتفصيل هذه من بعد يعني، احنا نرجع لها يعني. اليوزرز على سبيل المثال، اذا انت if you invited new user to the project حيجيك notification انك دخلت، راح تروح له هو notification اكيد. اذا user left يعني تشوف انه واحد من team member راح، مثلا عندك 20 30 40 واحد في السي دي، تستغرب تقول ليش راح، مثلا يجيك notification، ممكن عنده سبب معين، او يجيك اذا بعثت او اذا ارسلت دعوه باي ايميل للاني يوزر، بمجرد ما يدخل معك في المشروع راح يجيك نوتيفيكيشن انه صار معك، ما تبقاش تستنى وينك فلان وينه، لا عندك كل شيء يجيك نوتيفيكيشن بالكامل راح تجيك. الكلاشز نفس الشيء، اذا طلع لك كلاش وما كلاش، كلاش ادد ديليتد اساينمنت، نفس الشيء يجيك نوتيفيكيشن. اكتبوا نقطه فقط يعني، واحنا ان شاء الله ماشيين في التريمبل كونكت كورسز، ارسلوا لي في الشات مثلا لما نوصل للفيوز قولوا لي شو علاقة الفيوز النوتيفيكيشن بالفيوز، لما نوصل للكلاش قولوا لي بس ارسلوا لي في الشات شو علاقة النوتيفيكيشن بالكلاش، ريليزز تو دو الكومنتس الاذر نفس الشيء. في شغلة مهمة جدا اللي هي كومنتس، يهمك ضروري انك تحط عليها تشيك بالكامل. فرضا انت حطيت فايل او واحد من تيم ممبرز حط لك فايل في الـ في الـ في الـ في الفولدر ستراكشر او في السي دي، يكتب لك تحتها كومنت دير انجينير بليز تشيك ذيس ليتست ريبورت بلا بلا بلا، راح تصير بينك وبينه زي تشات. كل ما يبعث لك رساله راح يجيك نوتيفيكيشن باي ايميل، كل ما تبعث له رساله راح توصل له نوتيفيكيشن وتوصل لك انت نوتيفيكيشن باي ايميل. هذه الكومنتس مهمه جدا، ذكروني فيها اكيد بعد، راح نشوفها مع بعض على كل حال راح تمر علينا. وعندك اذر بروجكت ابديتد رينيمد زي ما سوينا من شوي، راح توصل لك نوتيفيكيشن. فرضا بروجكت رينيمد، خلينا هذه ونعمل سيف تشينجز عفوا، ونروح للبروجكت ونعمل له رينيم، نعمل له رينيم باش نشوف هل حتوصلني نوتيفيكيشن او لا للتأكد يعني. طيب نسميه بيم ارابيا تيست بروجكت 01 دان، نعمل سيف. هدفنا بس نشوف شو طبيعة النوتيفيكيشن اللي توصلنا يعني دان، خلينا نشوف هل توصلني نوتيفيكيشن او لا. طيب نستنى عليها شوي عادي. نرجع notification، عندك ال others اللي هي project renamed or updated. طيب وعندك daily digest time اللي هو digestion اللي اي شيء، اي خلينا نقول الفولدر or backup folders تقدر تعملهم cleaning up، تعمل ايوه شوفوا معي يا شباب، اوصلني ايميل، شايفين هذا الايميل Trimble Connect، Trimble Connect Beam Arabia Test Project، وصلني إيميل نفتح وش يقول؟ يقول لي هاي بلال this is an instant email for Beam Arabia Test Project regarding the following activity. بلال دريدي or any team member renamed project from Beam Arabia Test Project to Beam Arabia Test Project 01. تقدر تقول، تقدر تشوف view project. If you are new in Trimble يقول لك بعد أعمل حساب يعني ما يهمناش هذا، بس نوتيفيكيشن راح تجيك هذه من دون ما ترسل ايميل وتقول والله يا سيدي اني عدلت اسم المشروع لازم نخبر الناس وكذا، لا 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 لا, لا. كامل الناس انفولفد في المشروع، كامل ستيك هولدرز اللي انفولفد في المشروع يحصلهم هذا الايميل. شفتوا كم الوقت وفرنا؟ ممتاز صح. طيب اليونيتس شفنا، نوتيفيكيشنز شفنا، البروجكت ديتيلز شفنا، اليوزر بيرميشنز هذه راح نشوفها مع بعض من بعد في الفولدرز، والسينك نفس الشيء حنشوفه من بعد. نقطة أخيرة بس ونسكر كورس اليوم، حكيت لكم على Trimble Connect وبراوزر، حكيت لكم على Trimble Connect Desktop Application، Trimble Connect Sync، Trimble Connect Mobile and HoloLens. طيب من وين حنجيبهم هذو؟ طيب إذا حاب نرجع في نقطة مهمة جدا ولازم تتذكروها هذه، إذا حاب أتحرك أو أمشي من البروجكت Working Space إلى البروجكت Working Space، أو إذا حبيت تنقل من مشروع لمشروع
بسيط الأمر جدا. جينا هنا السمول أرو بلاك أرو وين موجود بيم عربية تست بروجكت, أو تختار واحد من المشاريع اللي موجودة عندك, or you can view all projects. هذه التكنيك الأول. التكنيك الثاني تعمل كليك مباشرة على Trimble Connect يوديك كامل المشاريع. عنا two techniques, سواء تعمل كليك على small arrow وتختار أنهي مشروع, أو تروح لview all projects, أو تعمل كليك مباشرة على Trimble Connect ويديك ال projects space. تمام. طيب من وين راح نجيب زي ما قلنا Trimble Connect Desktop Application, من وين راح نجيب Sync و etc. بسيطة جدا, شايفين هذا الدوتس, هذه تعمل كليك حياخذك على الكونكت ابليكيشنز او Trimble Connect Application Store. It's small application store, يعني مش بيك زي الابل ولا اوتو ديسك على سبيل المثال, بس حتحصل كامل ابليكيشنز اللي موجوده في Trimble Connect. Trimble Connect for Windows اللي هو for desktop هو اول واحد, تعمله داونلود. بمجرد ما تعمل له داونلود حيصير شكله بالشكل هذا, نفس اليوزر انترفيس بس في اختلافات بسيطه. راح نخصص كامل, حنخصص كورس كامل ل شو اسمه Trimble Connect Desktop Application, راح يتحمل عندك المشروع اللي دخلته جديد. اذا شايف انه تاخر عليك وحملت مشروع جديد وما طلع لكش, اعمل هنا شيء يسمى اعمل Synchronize Project Library وراح يتحمل عندك اوتوماتيكلي. هذا هو Trimble Connect Desktop Application, تقدر تعمل له بين عندك هنا في التاسك بار. تمام. السكند اللي هو Trimble Connect for Mobile, يقول لك تحمله من الاب ستور او جوجل بلاي, وراح نحكي على الموبايل وكيف نستعمله في السايت, كيف تعمل كواليتي كنترول, وكيف تعمل بروجرس تشيكينج, يعني شيء رهيب بصراحه يعجبكم. عندك Trimble Connect for Mixed Reality اللي حكونا هولولانز, وقلت لكم من مايكروسوفت متطوره, مش عارف انا ممكن اخطات قلت لكم مطورينها جوجل, لا هي مطوره من طرف مايكروسوفت مش جوجل. تمام. وعندك Trimble Connect Sync, هذا من دون Trimble Connect Sync مستحيل احتشتغل بالكوردينيشن واشتغل بالكولابوريشن, انسى نهائيا. Trimble Connect Sync حيكون شكله بالطريقه هذه, تعمل بس ساين ان ومن اسمه, في ناس اكيد منكم فهموا يعني من اسمه انه بين انه فور سينكرونايزيشن. تمام. ورح نحكي عليه مطولا هذا السينك, ورح نعمل اكسرسايز عليه ونشوف كيف نستعمل Trimble Connect Sync, شو الفايده تاعه. يعني بصراحه راح تستمتعوا كثير بهذا الابلكيشن ان شاء الله. وعندكم Trimble Connect for Revit, نسيت تحكي لكم على Trimble Connect for Revit. في add-in or plugin Revit خاص Trimble Connect, يعني خاص بTrimble Connect, وهذا يعني بصراحة الناس اللي شغالين Revit راح يستمتعوا كثير بهذا plugin بصراحة. راح نحكي عليه, راح نفتح مشروع Revit. وفي small tricky thing in Trimble Connect for Revit اللي هو في شغلة جميلة جدا, يعني Trimble Connect by default إذا فتحت Revit file ما تقدرش تشوف Revit file, مستحيل إلا إذا عملت له publish من هذا الابليكيشن. احنا نعمل تطبيق ونشوفوه مع بعض يعني, وإن شاء الله يعجبكم. سجلوها نقطة يعني إن كيس أنساها يعني في الأسئلة بعد. على كل حال إني حاطها يعني في البروغرام في البرنامج. وعندك Trimble Connect Visualizer, هذا اللي هو 3D Viewer with Business Premium and Business license, يعني راح نشوفها مع بعض يعني. وعندك status sharing, هذه الجماعة الconstruction managers and الناس اللي شغالين في السايت, راح نخصص كورس بالكامل على status sharing اللي هي هذه. راح يصير عندك follow up للبروجرس الشغل بالcolor coding, راح يكون عندك زي شيء شبيه بال4D simulation بس بالcolor coding. يعني يصير عندك مثلا in progress لون أحمر, in hold لون أخضر, أوتوماتيكليا مش أنت اللي تعمل الشيء هذا, أحيعطيك color coding خاص بTrimble Connect اللي هو status sharing, وراح تستعمله يعني, وراح نعمل exercises عليه وحيعجبكم أكيد. زي ما شايفين ما عنده حتى يعني user interface أو حتى options, لأني مانيش فاتح 3D. بمجرد ما أفتح 3D رح يصير عنده يعني حتصير عنده it will be active يعني إذا كنت فاتح 3D
3D يعني موديل زي ما شايفين انيبل ديزيبل ما فيش ولا شيء. راح نحكي عليه بالتفصيل ان شاء الله في الكورسات المستقبليه اكيد حخصص له كورس. وعندك تريمبل كونكت اللي هو سينك مانجر, هذا خاص بجماعه السيرفينج واند مابينج. بصراحه مانيش متخصص في المابينج بالنسبه لتريمبل كونكت, بس هذا من الناس اللي حابين يتقدموا اكثر في هذا الموضوع. كامل المعلومات تحتاجوها موجوده في شو اسمه تلقوها موجودة أكيد في تريمبل كونكت ويب سايت في الأكاديميك أور الداوت فورم خلينا نقول. طيب أنا أظن أنه خلصنا لليوم, إن شاء الله تكونوا بس استفدتوا, مانيش حاب نكثر عليكم يعني, ولأنه نفضل تكون الكورس خفيف وراح يكون إن شاء الله حتكون سيري أوف تريمبل كونكت 10-12 whatever. المهم نخلصكم إياها بالكامل إن شاء الله. في عنا بس أسئلة في الشات. وش يقول السؤال الأول؟ سؤال الأول يقول فضلا كيف حملت الصورة للداخل, قصدك صورة المشروع؟ نعم صورة المشروع, قصدك صورة المشروع صح؟ طيب خلينا نعمل new project. طيب upload new, شفت هذه project photo upload new فهمت عليك. أنت قصدك كيف حملت الفايل للداخل يعني, فهمت عليك. حضور. أوكي. يعني كيف حملت الصورة يعني عملت لها drag and hold, جبت صورة كذا مشيتها حطيتها زي ما هي هنا بعد يعني, وحتل be uploaded automatically في اللوكيشن هذا يعني, تختار انت الفولدر من بعد وين حتحط الصوره. قصدك هذا سؤال استاذي صح؟ اذا انا ما اخطات شيء يعني, هذا سؤالك يحتمل اجابتين يعني, اما صوره المشروع او كيف حملت الصوره وحطيتها في السي دي او في اني فولدر يعني chosen folder. بس هذه نشكركم على الحضور وان شاء الله تكونوا استفدتوا يا رب, واذا عندكم اي سؤال احنا حاضرين, حياكم الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس على المحاضره دي. العفو مهندس عمر, الله يخليك. امين وياك. في سؤال يعني شكرا جزيلا يعني عن طريق السحب. نعم بس نجاوب على هذا السؤال مهندس عمر, عن طريق السحب او استاذي عن طريق عندك الابلود فايل, اما عن طريق السحب او عن طريق البراوز, يمكن لك تختارها من اي فولدر مثلا هذه وتعمل اوكي تنزل اوتوماتيكلي عندك عندك طريقتين, يا اما السحب او براوز, تختار يعني الفايل اللي موجوده فيه الصوره وتحملها اوتوماتيكلي يعني. واضح؟ في نسخة تجريبية. نعم في نسخة تجريبية. الفكرة انه احنا في بداياتنا في البيم امبليمنتيشن جربنا كذا سي دي وكذا بلاتفورم, وبصراحة كإجماع عجبتنا تريمبل كونكت يعني. حاليا مش عارف انا مستقبلا وش راح يكون, كم مدتها ما عندها ولا مدة يعني. خليني نروح بس البرزنتيشن اللي عندي وحنقولكم وش عندي كنسخ عفوا. ايوه شوفوا معي, واضح؟ هل الشير واضح؟ تمام. نعم عندك البيرسونال اللي هو عندك up to 5 projects اللي هي free, الستورج عندك حتى 10 جيجا بايت يعني. هذه الفري, شوف عندك الخصائص تاعها يعني, انتوا يعني اذا حبيتوا تجربوا ادخلوا على التريمبل كونكت ويب سايت, هو راح يخيرك بين 3 options. اذا حاب تروح البزنس تكلفك $10 شهريا. على هذه قلت لكم انه تريمبل كونكت يعني somehow it's not that much expensive يعني, تقدر تمشي حالك ب 5 users $50 شهريا تمام. وتمشي شوي شوي لانه انتم ادرى الناس يعني, انتم سيد العارفين في البيلينج انفورميشن مودلينج ستراتيجي اور امبلمنتيشن ورك فلو وي هاف تو بي كيرفول يعني, مش تدخل تصرف 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 تصرف, اي غلطه يمسكها عليك المانجر او تمسكها عليك توب مانجمنت تعمل لك إحباط.
لازم تكون ذكي في الصرف. مثلا يعني كبداية يعني البيم ديبارتمنت كم راح يكون؟ 20 واحد؟ مستحيل. نتحدى أي واحد إنه يقول لي بديت وعملت البيم امبليمنتيشن بعشرين أو 30 واحد ضربة من ضربة الأولى. لا، أو لازم تجرب 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 شوي شوي شوي. أنت نفس الشيء، امشي بنفس الاستراتيجية. يعني إذا عندك مثلا القدرة أنك تشتري اللايسنس لمدة سنة اللي هي $500 أو 600 دولار، تقريبا 6.3 تقريبا 1800 ريال أو 2000 ريال أو 2000 درهم ماكسيموم، ممتازة. يعني حتوفر عليك وقت، حتوفر عليك جهد، حتوفر عليك أشياء كثيرة. ومش بالضرورة لما تشتري أنت البزنس لايسنس، مش بالضرورة الناس كلها بزنس لايسنس، لا، أنت الأدمين والناس راح يكونوا شغلهم بسيط فقط، دوكيومنتيشن، يحمل دوكيومنتيشن، ينزل. يعني مستحيل مستحيل حتوصل that much of project اللي تكون unlimited projects. يعني فهمت علي؟ وعندك البريميوم اللي هي فيها بيم فيتشرز اللي حنشوفها من بعد. يعني كذلك في 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 نصيحة يعني لنا جميعا أكيد، وأنا واحد من الناس منكم، لا تشتري بلاتفورم فيه فيتشرز مش راح تستعملها. اشتري فقط الشيء اللي تحتاجه فقط. لا، خلينا يعني اذا اشتريت انا مثلا على سبيل المثال، في عندنا بلاتفورم اسمه بيم اول بلان بيم بلس على سبيل المثال، تطبيق رائع، بلاتفورم رائع جدا، بس في اشياء حاليا انا ما نحتاجهاش. على سبيل المثال، على نشتري شيء، ليش اشتري شيء انا مش محتاجه حاليا؟ نحتاجه مستقبلا، وخصوصا في بدايات البيلدينج انفورميشن موديلنج امبليمنتيشن استراتيجي. مستحيل تطبق كل شيء مره الاولى، خصوصا اذا كان عندك البيم يوزز او البيم جولز يعني بسيطه، مثلا كلاش ديتكشن، كوانتيتيز تيك اوف، كواليتي كنترول. يعني نظن انه الفكره وصلت. اذا حبيتوا تبداوا بالبيرسونال ممتاز، اذا حبيت تروحوا البزنس اختار لك يوزر، تو يوزرز ماكسيمم، جرب، اذا شفتوا اوكي اتس اوكي، اف اتس نوت اوكي تقدروا تروحوا بلاتفورم ثاني. بس اذا تعلمتوا على تريمبل كونكت، نحكي لكم بيزد اون ماي اكسبيرينس، باقي سي ديز والبلاتفورم حتكون سهله لكم. يعني في سؤالين على ما اظن، متى المحاضره المكمله لو سمحت؟ الاسبوع الجاي نفس الوقت ان شاء الله، والمحاضرات كل يوم ثلاثة. نعم نعم نعم. أظن خلاص أنا بشمهندس سليم، الأمور طيبة إن شاء الله. إذا في أي سؤال، العفو أخوي العزيز، العفو مهندس عمر، إن شاء الله نلتقيكم ثلاثة الجاي إن شاء الله، وبمعلومات أكثر، والله يوفقنا أنه نعطيكم قدر المستطاع من المعلومات. إن شاء الله ممكن أنا ومهندس عمر في برمجة أخرى لبرنامج رائع جداً خاص بالبروجكت مانجمنت والاجايل ان بيم، اللي هي تطبيق اسمه البريكس. كذلك ان شاء الله راح نخصص دروس ان شاء الله بحتى تطبيق اسمه البيم كولاب اند بيم كولاب زوم. هذا عنده علاقه بالكوردينيشن اند كولابوريشن، راح تستفادوا كثير بصراحه، لانه انا واحد من الناس يعني نستغرب انه كاكسبرتس وكمهندسين نحصر حكايه البيلدينج انفورميشن موديلنج في سوفت وير. يعني اكيد عارفين الشيء هذا، بس البيلدينج انفورميشن موديلنج مش ريفيت. البيلدينج انفورميشن موديلنج اتس بروسيس اند تول. البيلدينج انفورميشن موديلنج اتس ورك فلو، زي ما قال المهندس عمر من زمان، يعني من سنوات كلمه طيبه قالها، قال إذا كان الوورد أو الإكسل يقدر يعمل لك يطلع لك موديل 3D ويعمل لك الموديلينج، الوورد والإكسل يعتبر البيم سوفتوير. أنا نتذكر منيح الكلمة هذه. على هذه زي ما ننصح نفسي نصحكم مش مهندسين، حاولوا تكون عندكم إلمامة، يعني حاولوا تشوفوا 4D و5D، ما تشوفوش 2D بس أو 3D. وأي شيء تتعلموه نظري حاولوا تطبقوها على الواقع، لأنه الواقع حيعكس لك أشياء مختلفة جدا. تمام، الله يعطيكم الصحة والعافية، وفي خدمتكم إن شاء الله إذا احتجتوا أي شيء. مهندس عمر نظن خلاص يعني. أستاذي عمر، السلام عليكم، يعطيك العافية يا باشمهندس. عليك السلام. صراحة كنا منتظرينك من زمان يا باشمهندس من المحاضرات السابقة. مشكلة في بعض الناس، يعني بعض الشركات، يعني احنا بنواجه مشكلة في إقناعهم في تكنولوجيا البيم.
ما بالك لما تيجي تحكي لهم عن بلاتفورم، مع انهم هم بيصرفوا يعني مبالغ على السيرفرات والكذا والداتا اللي بتضيع. يعني مشكلة احنا في التطبيق للأسف، يعني عندنا في البلاد العربية للأسف، يعني انا واجهتها شخصيا، يعني من الناس اللي ما بدهم يتطوروا او خايفين انهم يروح الوظيفة تبعتهم يجيبوا ناس بديلهم. هاي المشكلة عندنا في البلاد العربية. صحيح. أشكر حضرتك باشمهندس، تشرفنا بوجودك معنا. يعني الله يسلمك، ان شاء الله منتظرين المزيد منك ان شاء الله. ان شاء الله، الله يسمر سليم. اكيد، الله يسلمكم يا رب. شكرا لكم يا شباب، الله يحفظكم يا رب. جزاك الله خير. جزاك الله يسلمك وجزاك. اذا عندكم سؤال باشمهندسين حاضر، اي سؤال، يعني المجال مفتوح. يعني حبعث لكم رابط باشمهندسين، في عندي بس لايف ويبينار اذا حبيتوا تحضروا له، يعني يتكلم عن التكنولوجي اند ان كونستراكشن، شو تاثير التكنولوجي في الكونستراكشن عفوا. حبعث لكم اياه اذا قدرتوا تحضروا. يعني في اكسبيرتس من تشاينا ستيت، من اتكنز، من كذا شركه. يعني يشرفني حضوركم. حبعث لكم الرابط على تشات. العفو مهندس على دكتور، العفو، حياك الله. حاولوا تدخلوا تسجلوا إذا عندكم الوقت، حتستفادوا كثير. يعني خاصة إن شاء الله حصص خاصة بال 3D laser scanning، حنتكلم كذلك عن، وفي معنا أكيد خوتنا المصريين ما شاء الله، المصريين على رأسي ما شاء الله، كامل المعلومات، وأساتذتي بالكامل 100% مصريين، يعني 100% مصريين أساتذتي، تعلمت أشياء كثيرة من عندهم بحكم أنكم يعني في مصر عندكم الآثار. في شيء ما يسمى بال HBM اللي هو الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلينج، راح نخصص ان شاء الله سيشن اور تو سيشنز نتكلم على 3D ليزر سكانينج وكيف نعمل بروتكشن للآثار باستعمال البيم. وهذه حتعمل ثورة، أو أصلا هي عاملة ثورة في إنجلترا وفي الأماكن اللي فعلا يهتموا بالمباني الأثرية والقديمة. حيصير عندك كم هائل من المعلومات اللي قادر يضيع منك كيف نقول احنا بعود ثقاب. يعني أنت تعمل تخزين في الأركايفين بالأوراق وكذا، بس لما تستعمل 3D laser scanning حتصير عامل بروتكشن للمعلومات او المبنى الاثري. وبدليل لما صار الحريق في نوتردام دو باري اللي هي الكاتدرائية، اوكي يعني عملت مشكلة وعملت بلبلة وفي ناس تأثروا بالموضوع، بس في الجهة الثانية الداتا كلها كانت موجودة لانهم اوريدي هم عندهم البوينت كلاود موديل اللي فيه كامل المعلومات. بدليل انه حتى الناس الايطاليين اللي جاوا من ايطاليا ورجعوا كامل اللوحات اللي كانت في السقف وكذا، ما كانش عندهم مشكله انهم يعاودوا نفس الشيء لانها اوريدي عندهم في 3D البوينت كلاود 3D موديل. وراح تكون عندنا ان شاء الله، هنتكلم عليها باسهاب والله يوفقنا واياكم. مهندس عمر، انا اظن خلاص يعني المحاضره، استاذنكم ان شاء الله مهندسين، ونشوفكم الاسبوع الجاي يوم الثلاثاء ان شاء الله. جزاك الله خير باشمهندس، الله يعافيكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.